عانت مجموعة جنرال موتورز مؤخرا من دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة بسبب الأخطاء في معايير استهلاك الوقود لمبيعات السيارات الجديدة. وقد أعلنت جنرال موتورز في نهاية الأسبوع الجاري أنها ستدفع تعويضات قيمتها نحو 100 مليون دولار أمريكي لأكثر من 100 ألف مالك سيارة ذات دفع رباعي. وفقا للقوانين المحلية، يتم وضع ورقات على نوافذ بعض السيارات تشير إلى موجز أداء وبيانات بما فيها معايير استهلاك الوقود، ولكن عدد الأميال للسفر على ورقات الإشارة لنماذج مختلفة من سيارات الدفع الرباعي في عام 2016 لجنرال موتورز قد تجاوزت الأميال المحددة ب1.6 كيلومتر أو أكثر. لذلك قدم رجل يوم الثلاثاء الماضي بالتوقيت المحلي دعوى جماعية ضد شركة جنرال موتورز في محكمة اتحادية بولاية ميشيغان تتهم بإخفاء بيانات استهلاك الوقود الفعلية. وكانت جنرال موتورز أعلنت في وقت سابق تعليق مبيعات لستين ألف سيارة دفع رباعي لنماذج جي ام سي وبويك وشيفروليه لهذا العام، معلنة أنها ستدفع لأكثر من 100 ألف مالك سيارة تعويضات بقيمة تتراوح بين 450 لألف وخمسمائة دولار أمريكي لكل فرد، أو خيارات لتمديد ضمانة جودة السيارات. ومن المتوقع يبلغ إجمالي التعويضات حوالي 100 مليون دولار. وقال وكلاء جنرال موتورز إنها ستستأنف بيع السيارات ذات الموديلات المعنية بعد استبدال ملصقات الإشارة الجديدة.